نروح لواحد من نجوم الترجي الكابتن سيف الله محجوبي. تحياتي ليك يا كابتن سيف الله. السلام عليكم كابتن، ومرحبا بكم ومرحبا بالاخوه الكل. شرف كبير برشا باش نجي باش نشارك معاكم ونعطيكم رايي. منور قناه الاهلي. شكرا شكرا صديقي. شايف العلاقات ازاي ما بين الاهلي والترجي، استقبال الاستاذ حمدي المؤدب في تونس لبعثه الاهلي، وهنا ايضا الكابتن محمود الخطيب يستقبل بنفسه بعثه الترجي، شايف العلاقات ازاي دي ما بين الاهلي والترجي، وبنقولها مصر وتونس. اكيد اكيد احنا شعب واحد مصر وتونس. شفنا الاستقبال الكبير لحمدي المدب الكابتن، وشفنا زاده كيف في مصر معناها نفس الاستقبال. شكرا، احنا الكوره تقعد 90 دقيقه وكل واحد من بعد اللي يربح صح عليه، احنا بالتونس كل اللي يربح صح عليه. المهم احنا علاقتنا باهيه مع الاهلي ومع الفرق الكل معناها. تمام، شايف ازاي لقاء بكره بين الاهلي والترجي في اياب دور نصف النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا؟ اكيد زوز فرق كبار افريقيا، كي نقولوا الترجي والاهلي زوز فرق كبار تاع افريقيا، عندهم وزنهم في افريقيا. هذا شوط اول تلعب في تونس. صحيح الاهلي فاز ب1-0، لكن احنا في الترجي التونسي لازمنا نقولوا معناها عملنا مقابله مش متوسط، ولا مش نقول ضعيف، متوسط، لكن عندنا ان شاء الله عندنا اللعيبه وعندنا خبره اللاعبين ان شاء الله، وحتى الجمهور هنا متفائل ان شاء الله بقدره ربي، متفائلين ان شاء الله باش نكونوا فما رده فعل من لاعبي الترجي التونسي. غياب اليعقوبي والشعلالي هل غيابات مؤثره بسبب الاصابات في فريق الترجي، ولا الترجي أكيد يملك البدائل؟ اكيد كابتن، اكيد كابتن، اي لاعب كي ينقص من المجموعه باش يتاثر الفريق اكيد، معناها خاصه اليعقوبي شعلالي معناها من ركائز الفريق. لكن الحمد لله معناها عندنا اللعيبه اللي يعوضوا، خاطر احنا في الترجي التونسي ما دام اسمه مقيد معناها في مع المجموعه باش يلعب كاس افريقيا لازم يكون حاضر في اي وقت ينجم يكون يلعب. الحمد لله معناها عندنا في البنك، وفي البنك عندنا لاعبين ينجموا يعوضوا اليعقوبي، عندنا لاعبين ينجموا يعوضوا شعلالي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يمكن كما قلت كلام زوج فرق كبار، الشوط الاول لعبت في الاهلي، لعبت في تونس وفاز الاهلي، علاش لا الترجي التونسي؟ شفنا حتى صحيح ثم ضغط كبير، ضغط جماهيري كبير بعد المباراه والخساره معناها اللي ما كناش نتوقعوها الحق معناها، خاطر كنا في الو بتلعب مش بالروح هذيك، لكن هذيك الكوره جات فرصه سجلت الاهلي. الترجي التونسي في الفرصه الاثنين اللي جاوا ما تغلوهمش، لكن احنا ان شاء الله قلنا علاش لا، احنا من الفرق اللي نلعبوا الاكستريور مع نلعبوا مع خارج الارض، نعرفوا نلعبوا بالكدا، نعرفوا ندافعوا بالكدا، نعرفوا نهاجموا ان شاء الله. شايف المواجهه ازاي ما بين معين الشعباني وموسيماني خارج الخطوط؟ اكيد اكيد هنا لازم تحذير أبار تكتيكي ولا فني، لازم هنا تحذير كبير برشا من المدربين الزوز، لخاطر ما عندهمش برشا وقت، عندهم 5 ولا 6 ايام باش يحضر الفريق. فريق منتصر في الذهاب، فريق منهزم في الذهاب، مش نفس التفكير للزوز. اكيد معين مش باش يرمي بالاسلحه من الاول، خاصه الشوط الاول مش باش يلعب الكل في الكل، بالعكس نتيجه 1-0 صحيح تكون صعيبه، لكن يمكن نشوفوا رده فعل معناها المدرب الزمالك كيفاش يلعب الهجوم، مش يخلي الترجي خلي شفنا في رادس المدرب الاهلي لعب عالي اسكو باش يلعب نفس الطريقه، هنا معين اسكو باش يلعب بنفس الطريقه ولا باش يبدل يغير باش يلعب ضد مهاجمين. هنا باش نشوفوا احنا غدوه ان شاء الله، باش نشوفوا معناها باللغه التونسيه عركه ما بين المدرب التونسي والمدرب الاهلي في وسط اللقاء في وسط الميدان. اكيد شايف ازاي عناصر القوه في فريق الترجي؟ الترجي القوه قوتنا الحمد لله في المجموعه، قوتنا في المجموعه ما تاثرش. عندنا برشا لقاءات كنا خاسرين وترشحنا وتاهلنا. الاستسلام لا في الترجي التونسي معروف، الملاعبين والجماهير زاده ما نستسلموش بسرعه. مازال عندنا امل، عندنا الملاعبين زاد عندنا الثقه فيهم، عندنا ثقه في الهجوم خاصه، لكن صحيح ما مشاش في ماتش الاهلي وهذا يعتبر عادي في ماتش نصف نهائي كاس افريقيا، ينجم يكون اللاعبين ما همش مركزين وما همش حاضرين معناها في الماتش، لكن ماتش العوده عندنا ثقه في الملاعبين، عندنا المهاجمين ان شاء الله يبدا
كما نعرف احنا الهوني خاصه البدري الكولي بالرمضان، عندنا عبد الباسط، عندنا ان شاء الله لاعبين ان شاء الله اخرين باش نعاود عليهم ان شاء الله. بيان سور هذا مانيش مدرب انا الترجي التونسي حاليا، لكن حسب الاخبار ثم تكتيك جديد، ثم ملاعبيه باش تدخل جدد ان شاء الله. ان شاء الله يعطيه الاضافه ان شاء الله. ان شاء الله بكره يعني هتكون مباراه قويه ونتمنى فيها التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. يا كابتن صف الله انا بشكرك شكرا شكرا جزيلا، وتطلع مباراه اكيد يعني كل واحد باش يشجع فريقه. انا اكيد اشجع الترجي التونسي بماني التونسي واني ود الترجي التونسي، واللي يلعب خير نعاود ديما نقول لك، واللي يلعب خير ويكون مركز خير في الميدان هو باش يربح، ومبروك عليه. انا بشكرك شكرا جزيلا، يعني واحد من نجوم نادي الترجي الكابتن صف الله محجوبي، كان واحد من نجوم الترجي التونسي.